كرة ثابتة من موقع رائع. مصطفى كاجو على التنفيذ. مصطفى بالقدم اليسرى والحائط من خمس لاعبين، والكرة على مسافة 22 متر تقريبا. ولا محمد سمير، محمد بالقدم اليمنى ولا كاجو باليسرى. الله، روعة 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 روعة. محمد سمير عنده القرار الأخير، عنده الحل الجميل بكرة في المقص الأيسر للحارس محمود الزنفلي. لقطة ولا أروع، أجمل لقطات المباراة، أحلى وأجمل لقطة في سينما كرة القدم. كرة القدم الساحرة المستديرة، تعطي قبلة للشباك، وأي قبلة صاروخية صعبة، لا تصد ولا ترد. كرة مسددة من أعلى الحائط المكون من خمس لاعبين، اخترقت جدار الداخلية. كرة بباطن القدم أسكنها محمد سمير. جميلة، روعة يا محمد، روعة روعة يا أبو سمير، جميلة في المقص الأيسر للحارس لتصبح النتيجة ثلاثية.